يعني اسف في مدينه يعني مغرقه في القدم يعني، والمؤسس ديالها يعني مجهول، من يقول انه اسم من طرف يعني الامازيغ يعني كيسميه يعني الوزان حسن الوزان بالافارقه، ومنهم من يقول بان اسم من طرف يعني القرطاجيين، وحتى يعني الاسم ديال مدينه اسفي كنلقاو فيه تضارب حتى في الروايات، فمنهم من ينسبوا الى روايات روايه امازيغيه كيقول كينتسب الى مدينه اس الى عباره اسفو وعلى عباره وتعني المشعل او الى اسف وتعني يعني الواد، ومنهم من يقول انها تنتمي الى روايه عربيه مثلا يعني اسفي، وهذا عندها علاقه بواحد القصه ديال واحد مجموعه من الفتيه اللي خرجوا من الشبونه لاكتشاف المحيط الاطلسي اللي كان كيسمى بحر الظلمات. وثم كاين يعني حتى روايه اخرى كتقول بان الاسم ديالها ربما ينحدر من عباره يهوديه اللي هي اسفه وتعني الجماعه اليهوديه او الجماعه، وحتى أنا بعضهم يذهب الى القول ان المدينه ربما كان في اصل ديالها مدينه يهوديه، وان معظم السكان ديالها كانوا من اليهود، وان الشيخ ابو محمد صالح كان من الناس الذين حولوا كثير من هؤلاء اليهود الى الديانه يعني الاسلاميه وغيرها.